It's a practice the government tries to hide from outsiders. But as we would find, slavery is everywhere in Mauritania, if you know where to look. Ce n'est pas possible, ce n'est pas aussi très adroit. Parce que une fois on a amené des gens, on a amené là-bas des journalistes et la police est venue les prendre et a pris leur caméra. We asked Boubacar Messaoud, the head of an abolitionist group called SOS Slaves, to introduce us to people who had recently escaped from slavery. One woman we met is trying to bring her case to court. The government is keeping a close eye on her to stop her from telling her story. يبطنا مسرحنا بايقة من الحيوان البقرة والغنم والبن وظل السراحة ما من أي نجي نعود مطيشين شي من البيوت الله شي تريف يخبط فوقنا التعمار ويبطنا البط الشديد وباني بينا كاملين شاكين كان يبطني بعد يبطني كاملين يبطنا بالعمد والدبابيس وندور فيهم حقنا كاملة والله كنت تركه لا تركتهم ولا مخالدين لا تركت هرب ولكن مخالدين هديك ساعة معاهم ما نعرف شيء ساعة ثانية معاهم ما نعرف شيء لا دعنا عن ماما هذي بعد لين عادي يبطوني بطن متين وكل شيء عادي يعطى عن ماما هذي يا كان هي يبطوني البطن متين لا لا هلا عاد معي خاسر لين خليك تلو هاي الراجل كنا يسامع عربنا مش كنتوا بالحالة شنو لين عاد كيف لكن هاي خلي بيبي هاي مشان قروتي عاد هزوني فيها هزوني فيها هزوني فيها هزوني فيها هزوني فيها كتلو لين خليك بيبي كتلو